تقدم النائب محمود تركي عضو مجلس الشيوخ باقتراح برغبة لتفعيل وتطبيق نص المادة 26 بشأن المدارس الرسمية المتميزة للغات. فكرة المادة 26 كانت بتخص نسبة 1% من فائض الموازنات للمدارس ان هي بتطور نفسها وبتعاقد مع مدرسين متخصصين، فكان مقترح برغبة في مناقشتنا للحكومة ان تفعيل المادة والأثر المترتب عليها ده امر مهم جدا ان احنا نفعل المادة، وكان في استجابة من الحكومة بتفعيل نص المادة وإعادة تشكيل لجنة جديدة لصياغة القرار الوزاري، واحنا في انتظار ان شاء الله القرار الوزاري الجديد لتفعيل المادة وننتظر القرار بشكله الجديد.